الحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي الأعظم أبي الزهراء محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، عوائل الشهداء والجرحى، عوائل الأسيرات والأسرى، عوائل المطاردين والمهاجرين والمغتربين عن الوطن، الأخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستهل كلمتنا هذه بدعوتكم لقراءة سورة الفاتحة المباركة وإهداءها إلى أرواح شهدائنا الأبرار، رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، إن المعركة مع العدو الخليفي والمحتل السعودي معركة مفتوحة على أكثر من صعيد، وتطلب تنويعاً في أساليب المواجهة والثبات والصمود، وبالتحديد تستوجب الوعي والبصيرة، حيث تلجأ الشعوب المقاومة إلى الأساليب الفنية والإعلامية ضمن نضالها ضد الاستبداد والظلم، ذلك في خطوة تكاملية مع بقية الوسائل الأخرى من وسائل المقاومة وتعزيز حق الدفاع المقدس. ومن هنا يأتي افتتاح هذا المعرض الفني ضمن أجواء إحياء اليوم الوطني لمقاومة الاحتلال السعودي، في خطوة يراد منها تقديم صورة للمشاهد تقارن بين الاحتلالين الصهيوني والسعودي، وتظهر مدى التقارب بين وحشية الصهيوني وإرهابه ضد الشعب الفلسطيني المظلوم على مدى 60 عاما من القهر والقمع، وبين همجية السعودي على أرضنا البحرين الحبيبة لأكثر من 3 أعوام في الإجرام والإرهاب، ونشر سموم الفكر التكفيري في أرجاء الوطن، والتي تجلت في الحقد الدفين من خلال هدم المساجد واعتقال علماء الدين وغير ذلك. جمهور المقاومة، إن المشترك بيننا وبين شعب فلسطين أمور كثيرة، سواء من جهة مقياس الدول الكبرى المستند لازدواجية المعايير والنظرة العوراء وعدم انصاف المظلوم، أو لجهة التقاء المحتلين الصهيوني والسعودي في منهجية القمع والقتل والإرهاب، أو لجهة المقابلة في إيمان الشعبين بحقهم المشروع في مقاومة الاحتلال حتى دحر آخر جندي محتل، وفي حق نيل تقرير المصير وبناء الدولة الحديثة. في الختام أتوجه للجنة المنظمة لهذا المعرض الفني المميز بالشكر الجزيل والثناء على الجهود الطيبة لأعضائها وعطائهم المستمر في خدمة الثورة، كما نتوجه لأهالي بلدة عاصمة الفن الثوري باربار بجزيل الامتنان والتقدير على استضافتهم لهذه الفعالية، كما نختتم هذه المناسبة بالدعوة العامة والمفتوحة لكافة الطاقات والقدرات الفنية والشعرية والأدبية وغيرها، لتستنفر كل قواها في إبراز وجه الثورة الفني والأدبي، حتى تتحول جدران مناطقنا للوحات فنية وثورية تعكس فكرة الثورة وأهدافها.
سنسهم معا في تكامل الأسلوب المقاوم في مجابهة العدو الخليفي ومقاومة المحتل السعودي. وما النصر إلا من عند الله العزيز الجبار. ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير الثلاثاء 11 من مارس آذار 2014 بلدة بارفار البحرين المحتلة.